محليا الآن سجل مركز السجل التجاري بولاية غليزان بالموازاة مع التدابير الجديدة لعصرنة السجل التجاري أزيد من 600 أعذار لمستثمر و86 مؤسسة، وذلك لإعلامهم بالإجراءات الجديدة المستحدثة مؤخرا الخاصة بعصرنة السجل التجاري، وذلك بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة في إعلام المتعاملين الاقتصاديين بضرورة الخضوع لهذه الإجراءات للحصول على الامتيازات. المزيد في ميكروفون حمزة زروقي. وجهنا حوالي 600 اعذار لهاد الناس المتعاملين الاقتصاديين، وهاد الناس العدد تاعهم حوالي 1800 متعامل اقتصادي شخص طبيعي، وحوالي 86 شركه شخص معنوي هم معنيين بهذه العمليه. اهداف هذا الاعدادات باه نعلموا الناس بهذه العمليه ونحسوهم ونوعوهم يتقربوا من المركز الوطني للسجل التجاري لولايه غليزان لتسويه وضعيتهم. حنا وندوا كونسوليدي ما بين القطاعات هادو ثلاثة، الغرفة التجارة والسجل التجاري ومديرية التجارة، من أجل نظرة واحدة. دعينا كل متعامل اقتصادي بالتقرب من مركز السجل التجاري لتصحيح عملية السجل التجاري في الولاية في إطار عصرنة السجل التجاري والأمور الأمر الاقتصادي بصفة عامة. تشهد منطقة حوض الحمراء بحاسي مسعود تشهد حركية كبيرة بتسجيلها مشاريع عديدة لشركة سوناطراك خاصة في مجال محطات الضخ والتصفية. أحمد رشدي زار المكان ووقف على عدد من المشاريع. هنا بحوض الحمراء بحاسي مسعود تنطلق سوناطراك في عدة مشاريع لتطوير قدرات الضخ والتصفية، ففي هذا السياق سيتم بعد شهرين استلام محطة ضخ جديدة على محور حوض الحمراء حاسي رمل. اكستنسيون جي بي ال نجيب واحد عندنا 8 مليون طن اون اكتويلمون، لا ستاسيون تجيب لنا انكور 2.2 مليون طن اون، نوصلوا 10 مليون طن اون ايفاكيو حاسي رمل جي بي ال. Il y a que هاد لا لين فيغ ارجو جي بي ان كاين غير لا لين ارجو حوض الحمراء ارجو ان شاء الله افريل 2017 بروميير سيمين دو مي افريل 2017 ميز اون سيرفيس. في مجال تطوير قدرات التصفية وإنتاج المشتقات النفطية انطلقت أشغال إنجاز محطة جديدة بقدرات عالية. المحطة ستكون جاهزة بين شهري جويلية وأوت 2020. تقدر طاقة تكرير البترول ب 5 ملايين طن في السنة، وهذا لإنتاج كافة محروقات المشتقات النفطية مثل البروبان، بيطان، البنزين بنوعيه الممتاز والعادي، الكيروزين، كذلك الغازوال ديزل، وهذا حسب المقاييس المعمول بها عالميا. هكذا إذن تراهن شركة سوناطراك على منطقة حوض الحمراء في الدفع بقدرات الضخ والتصفية في إطار خطتها الاستثمارية 2017-2021. إصرار الحكومة على تطوير قطاع الصناعة الميكانيكية جعل المستثمرين المحليين يتوجهون إلى المناولة الصناعية للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية. إيمان عياش وأحمد رشدي في هذا التقرير. بعدما كان الصالون الدولي لخدمات ما بعد البيع للسيارات عبارة عن صالون للعرض فقط، الآن أصبح له أهمية كبيرة في ظل افتتاح عدد من مصانع لتركيب السيارات. Pour la première fois يعني depuis 2006 on n'a jamais eu autant de fabricants algériens sur le salon. Ce qui démontre le dynamisme du secteur et l'engouement des opérateurs économiques algériens pour ce secteur. لاحظنا يعني j'ai vu هنا quelques exposants qui fabriquent le اللي جاوا قال لك حنا حبينا نساهموا ديجا دون ديفلوبمون دو لاندستري اوتوموبيل في الجزائر اي افوار اون فيزيبيليتي يعني سور لو سالون كي فا نو بيرميتر دافوار دي مارشي دوبتونير دو تروفي دي بارتناريا اي دونك لو سالون بور او ات اون اوكازيون اونيك يعني دو ديفولوي دو سو ديفلوبي. التوجه نحو المناولة الصناعية هو من بين الرهانات المتاحة لتفعيل النشاط الصناعي الوطني، فكل المستثمرين يسعون لتطوير سوق السيارات بالجزائر لكبح عملية الاستيراد. On a travaillé avec différents firmes. Donc on commence par Mercedes, c'était notre premier investissement avec Kia, avec Sovac,
toutes ces marques, bon, on participe avec eux au montage de nouvelles usines afin d'assurer la production convenablement avec les moyens. Nous avons des marques européennes, surtout pour l'outillage CHZ, pour le, les ponts CMAHA. Nous avons Giuliano pour le pneumatique. Nous avons pour la distribution d'huile, c'est Algie. تنشيط الصناعة بالجزائر لتجاوز زمن الذهب الأسود أصبح أمر حتمي، خصوصا أمام عزيمة المستثمرين المحليين للدفع بالقطاع. إطلاق نادي أرغوس الجيري يعد خطوة إيجابية لضبط سوق السيارات المستعملة التي تشهد حالة من الفوضى في انتظار خطوات أخرى تعمل في إطار قانوني لإنجاح هكذا مشروع. سلف دعماش وفوزية مسعدي تفاصيل. سوق السيارات المستعملة بالجزائر من بين أكثر الأسواق التي تشهد حالة فوضى، خاصة تلك المتعلقة بالأسعار. وضعية دفعت بخبراء ومهنيي القطاع لإنشاء نادي مختص في تقييم سعر السيارات المستعملة وغيرها من الآليات التي تدخل في إطار ضبط سوق السيارات القديمة. احنا نتمناو في الحقيقة نشوفوا سوق السيارات المستعملة تتباع في إطار قانوني واضح. الناس كاع راهي تسنى في هذا لو كادر جوريديك كي بيرميتري d'acheter ou de vendre une voiture d'occasion d'une manière transparente. Les consommateurs, quand ils achètent un véhicule, qu'ils aient la sécurité, sécurité technique, sécurité de la traçabilité de l'origine du véhicule, des garanties, etc. Et la sécurité du prix, acheter à un prix raisonnable et pas à un prix sur lequel aujourd'hui, effectivement, plus personne n'a de repères. رخص استيراد السيارات كانت ورقة استغلها سماسرة السيارات المستعملة في بلوغها أسعار قياسية. Alors d'abord, il est nécessaire de structurer le marché du véhicule d'occasion. Pour pouvoir le structurer, on a besoin effectivement d'avoir de prix de référence. Et la cote Argus, communément appelée telle quelle, est aujourd'hui fait office de référence pour permettre aux clients de pouvoir effectivement avoir un positionnement de son véhicule d'occasion. Mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est le plus important finalement dans la cote, c'est également derrière l'ensemble du réseau qui est mis à disposition, notamment en termes de remise en état, de garantie, de reprise de véhicule. محاولة ورغم إيجابيتها لن تتمكن من قطع الطريق أمام محتكري هذا السوق في ظل غياب إطار قانوني ينظمه، وهو حال العديد من القطاعات في الجزائر.